طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. عن كل عراقي، كل مواطن في الأرض العراقية يثق بهذه القوات أن تحمي. قطعة ماكو، بيت ماكو، أولادي أطول مني ولا واحد معرسة من عندهم. غير الدشداشة هاي بالعراق أنا متبرع بيها، الدشداشة هاي أساهم بيها بعمار البلد. راجعوا السنين الماضية شقص صرفت أموال بالقصر، راجعوا خلي هاي ياخذها اليسر لعبادي وحكومته. هاي الدشداشة غيرها الله شاهد ورسوله معه. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. تحدثنا في حلقة يوم أمس حول موضوع تشكيل الحكومة، وهناك حديث عن تشكيل تحالف من قبل نور المالكي وأسامة النجيفي وهادي العامري وفالح الفياض. يوم أمس طرأت مستجدات حول موضوع تشكيل الكتلة الأكبر في العراق طبعا، وكذلك ضغوط إيرانية يعني داخل تحالف العبادي من أجل انسحاب بعض القيادات من داخل تحالف حيدر العبادي. طبعا مسؤول عراقي رفيع في بغداد أبلغ يوم أمس بأن خلافات حادة نشبت داخل تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، تسببت بها ضغوط إيرانية على بعض الأطراف لعرقلة إعلان الكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة. وأكد بأن هناك جهودا للإعلان عن تحالف مساء أمس يتألف من كتلة سائرون والحكمة والنصر والوطنية بشكل رئيسي، وذلك في حال نجحت زعامات الكتل في تخطي الضغوط الإيرانية. تتواصل لليوم الرابع على التوالي مفاوضات الكتل السياسية بمشاركة وفدين من إيران ووفد من الولايات المتحدة الأمريكية، ويقود الوفد الإيراني الزعيم فيلق القدس قاسم سليماني، والثاني العسكري والمبعوث الأمريكي بريت ماغورك المبعوث الأمريكي إلى العراق. وزير مقرب من حيدر العبادي قال بأن توافقا كبيرا جرى بين كتل الحكمة وسائرون والنصر والوطنية لإعلان تحالف كبير مع كتل وأحزاب سنية أخرى، وأضاف بأنه من المرتقب أن ينضم إليه الحزبان الكرديان ليكون له أكثر من 165 مقعد في البرلمان من أصل 329 مقعد، ليذهب العدد الباقي لصالح معسكر نوري المالكي وهادي العامري. لفت المصدر إلى وجود خلافات حادة طرأت خلال الساعات الماضية داخل تحالف النصر في محاولة لتقسيمه وسحب أكبر عدد ممكن من أعضائه، لافتا إلى أن كتلتي عطاء بزعامة فالح الفياض وحزب الفضيلة بزعامة عبد الحسين الموسوي يتعرضان لضغوط من قبل قاسم سليماني لكي ينشقوا عن تحالف النصر والتوجه إلى المعسكر الثاني الذي ترعاه إيران. وأكد الوزير بأن ضغوطا كبيرة تتعرض لها كتل وأحزاب مختلفة من قبل الفريق الإيراني الذي فرض نفسه داخل المفاوضات الجارية أيضا بين الكتل السنية من خلال ورقة سحب ميليشيات الحشد من مدن شمال وغرب العراق وملف آلاف المختطفين على يد الميليشيات وإعادة نازحي المدن المحررة في بابل وجنوب بغداد وشمال تكريت وشرق بعقوبة. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أستاذ العزيز، الشعب العراقي. انقطع الاتصال مع أبو مصطفى من الموصل.
طبعا هذا الوزير وصف الصورة أو المصدر وصف الصورة في بغداد الآن تحديدا في المنطقة الخضراء بأنها تسودها الفوضى، وتحدث عن مواقف تغيرت وتبدلت أكثر من مرة خلال اليوم الواحد. في نفس السياق وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد قادما من النجف يوم أمس بالتزامن مع اجتماعات لقيادات مقربة من طهران مع مجتبى خامنئي، وهو نجل المرشد الإيراني علي خامنئي الذي دخل على خط التفاوض إلى جانب قاسم سليماني، ما يعكس طبيعة الصراع السياسي في العراق الدائر حاليا إلى جانب الحراك الأمريكي الواسع في ملف تشكيل الحكومة. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان قيادات في تحالف النصر بينهم فالح الفياض عدم الالتزام بدخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل. الفياض قال بأنه عدد من القيادات في بيان مشترك نقلته وسائل الإعلام بأنه إيمانا منا كما جاء في البيان بضرورة أن تكون الكتلة ممثلة لكل القوى السياسية الوطنية كما يقول ويدعي، وتأكيدا على حرصنا لأوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء مع عدم استبعاد أي طرف معني بذلك. نعلن عدم التزامنا بما يتردد من دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية الذي يتنافس مع ما أكدنا سابقا كما جاء في البيان. معنا اتصال بدر من السعودية، تفضل بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا تفضل. أنا أتكلم للعراقيين الوطنيين المخلصين، انتبهوا من الحكومة القادمة تبي تحملكم تريليونات الإيران لأنها ما هي قال حاجة، وشيء أربع عواصم عربية يطالبون إيران بتريليونات. انتبهوا ترى يغرموا هذا ولا بصف إيران الحكام العراقي يغرمونكم تريليونات. هذا اللي عندي. نعم بدر من السعودية. طبعا في نفس السياق كشف تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عن إعلان تشكيل الكتلة الكبرى مساء أمس، وقال المتحدث الرسمي باسم التيار نوفل أبو رغيف في بيان له بأن جميع المكونات ستكون حاضرة في لقاء القوى والائتلافات الوطنية لإعلان نواة التحالف التي تنتهي إلى تشكيل الكتلة الكبرى مساء أمس، من دون طبعا ذكر مزيد من التفاصيل. وقد انتهى الاجتماع، اجتماع قالت الكتل السياسية سائرون والنصر والحكمة والوطنية مساء أمس الأحد بالاتفاق على ما أطلق عليه بمبادئ وبنود البرنامج الحكومي المقبل من دون التوصل إلى اتفاق على حسم تشكيل الكتلة الكبرى التي تشكل الحكومة، فقط اكتفوا بأنها النواة الكبرى داخل البرلمان. ضم الاجتماع الذي عقد في فندق بابل وسط العاصمة بغداد كل من رئيس الحكومة حيدر العبادي ومقتدى الصدر وعمار الحكيم وصالح المطلق وزعامات سياسية أخرى، حيث كان من المؤمل أن ينتهي بإعلان تشكيل الكتلة الكبرى كما تشير مصادر سياسية، إلا أن ذلك لم يتم خلافا لتصريحات قيادات مختلفة سبقت الاجتماع. من جهته القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي قال في تصريح متلفز بأن المجتمعين ناقشوا البرنامج الحكومي بشكل كامل وتم الاتفاق على هذه المعايير الأساسية والإصلاح الاقتصادي للدولة وبناء دولة المواطنة. بين بأنه لم يتم بعد الاتفاق بشكل كامل بشأن تشكيل الكتلة الكبرى، وأشار إلى أن الأجواء كانت جيدة داخل الاجتماع وأن المجتمعين متحالفون فيما بينهم، وتم تشكيل عدد من اللجان، واحدة لمعايير الحكومة وأخرى لوضع معايير رئيس الوزراء وأخرى للهيئات المستقلة وأخرى لوضع النظام الداخلي للكتلة الكبرى. بدوره أوضح القيادي في تحالف الوطنية صالح المطلق بأنه تم الاتفاق على نواة كتلة كبرى والاجتماعات
ستتواصل في الأيام المقبلة. وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت يوم أمس الأحد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو أيار الماضي، حيث شابها إخفاقات وتزوير واعتراضات دفعت باتجاه إصدار المحكمة الاتحادية قرارا بإعادة العدوى الفرز يدويا للمراكز التي تم الطعن فيها، ومن ثم جاءت نتائج العد اليدوي شبه مطابقة للنتائج الإلكترونية، ولا تزال كتل سياسية تعترض على النتائج وتعدها غير نزيهة في العراق. طبعا البارحة احنا تحدثنا على موضوع انه المالكي وأسامة النجيفي وفالح الفياض وهادي العامري يقودون حراك قوي لإعلان الكتلة الكبرى في البرلمان. مساء يوم أمس هذا الاجتماع في فندق بابل اللي جمع حيدر العبادي ومقتدى الصدر وصالح المطلق وأياد علاوي وعمار الحكيم من أجل إعلان النواة الكبرى كما جاء في البيان داخل البرلمان. هناك ضغوط إيرانية لسحب قيادات من داخل تحالف النصر بقيادة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي إلى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ضغوط إيرانية، ضغوط أمريكية لتشكيل الحكومة المقبلة. نريد أن نستمع لأصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، بارحه احنا ذكرنا يمكن جزء من الحقيقه اللي تجري حول التحالفات هاي، هذه القرار الاول والاخير قسما بالله العظيم بيد امريكا، لا بيد حيدر ولا بيد نوري ولا بيد عمار ولا بيد مقتدى ولا بيد احد. كلهم ذول هذه المسميات على مختلف أشكالها وأخلاقها، هذا ما يقدر يحل. لكن أكو ضغوط إيرانية يقول لك على أتباع حيدر، زين ليش ما أكو ضغوط إيرانية على عمار؟ مو هذا عمار ابنكم، ابن الخميني، ابن خامنئي، ابن المرجعية، ليش ما أكو ضغوط عليه؟ هذا 17 هم رقم، ما بيه شيء رقم، يعني معقولة باع إيران وإجا صار على مود هذا؟ لا هذا كذب، هذا يريد يلعب على الصوبين على الحبلين، ماكو يضحك على هذا وعلى ذاك، يقول لك هذا مستفاد في كل حال من الاحوال، هذا مستفاد، اذا جت حكومه ايرانيه انا وياهم، واذا جت حكومه امريكيه انا وياهم، هذا هو قصده، هذا الزعطوط اجلكم الله يضحك على عقول الناس بحيث يحصل 17 مقعد ما ادري شنو، هذا هو يعني شو اللي وصلت لك اياه؟ كذاب هذا، هذا لا يريد راسكم ولا يريد ام يعزل. روح شوف المليارات اللي شارك بسرقتها، زين هذا بدايه سقوط العراق، ماكو هذا توجه الى دائره اسمها السي اي المخابرات الامريكيه والتقى بهم هناك وتفاهم وياهم كل شيء وبينوا له ويعرفوا جد رصيده وجد سارق، هذا مو بس هو كلهم ارصدتهم مكشوفه. اما ما نتوقع خير القرار ما يطلع هسه، القرار هسه هذا كله يعتبر جس نبض، يريدون يشوفون رد فعل ايران، يا ترى ايران ايش راح تسوي؟ ما يريدون مثل ما يقول يشعلون الشارع، لانه رد فعل ايران في تشكيل الحكومه الان او بعد اسبوعين ورا العيد، هذا صعبه. الان امريكا استاذ عندها تفاهمات ويا دول اخرى
خاصة السعودية أنه لا يكون إصدار قرارات من إيران وإزعاجها ومضايقتها بمعنى الكلمة على مود لا يكون رد فعل حقيقي بموسم الحج من خلال 80,000 واحد ومن خلال موجودين من العراق جايين من سوريا جايين من اليمن جايين من غير مكان أنه يكون تأثير هذه القرارات على موسم الحج. هذا لازم تعرفه، لازم كلها تعرف به. هذه لعبة أكبر من ما يتوقعها هذا وذاك. يعني حتى أنا مو أمدح نفسي، لكن أنا حسب تحليلي لابد أن يكون هناك بعد موسم الحج بعد فترة العيد راح تصدر قرارات من أمريكا. شو تيجي تسوي إيران؟ خلي تسوي. نعم. تعتبر راسة بالحياة. أبو عمر، أكو حديث اليوم بأنه المالكي عنده اتصال قوي مع القيادات الكردية، وأنه هناك على يعني بداية اتفاق لم يحسم بعد بأنه سوف يعني يعطيهم تنازلات مثل موضوع كركوك، إعادة البشمركة لمناطق متنازع عليها، الاتفاق على أمور يعني أخرى. فقط الأحزاب الكردية تأتي مع ائتلاف المالكي. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ يروحون ويا الأحزاب؟ القيادات الكردية، القيادات الكردية شمعت قهر من هذا نوري زين، وعرفت من سنوات شنو هو وكم شعره موجودة بجسمه وشنو أخلاقه وتوجهاته وشنو خطط الخبيثة. القيادة الكردية حتى حال بعض الأحزاب الأخرى دداري الموقف، تنتظر القرار الحاسم. هو القرار الحاسم من يخرج ذاك الوقت؟ لا نوري ولا هادي ولا ترجاعة ولا مصخر حجر يسمع، هذول كلهم ما لهم أصلا بالمعادلة، ما موجودين حتى كرقم صفر ما موجودين. هذا كله مدارات لكي لا تشتعل فتنة. هناك أوامر تأتي. يعني أنا عجبتني القيادة الكردية من راحت قبل بعد الانتخابات راحت توجهت إلى السفارة الأمريكية، لأنه تعرف أنه الحاكم الحقيقي هو الأمريكي وليس الإيراني. الإيراني خلال 15 سنة مجرد خادم. السيدة جابوه، أنت تتوقع الخادم يكون منافس وشريك السيدة بالبيت بالمصالح التجارية والاقتصادية والاجتماعية؟ هاي وين صايرة هاي؟ الخادم انتهى، راح يفصلوه. نعم. بداية فصلة بدت أستاذ عمر. نعم، أنا أشكرك أبو عمر بن السليمانية. معنا اتصال أبو زينب من ميسان. قطع الاتصال مع أبو زينب؟ نعم. طبعا يعني أكد تحالف المحور الوطني الذي يدعي تمثيله للكتل السنية بأنه لم ينخرط بعد في أي تحالف سياسي لتشكيل الكتلة الكبرى. قال التحالف في بيان له بأن قيادات المحور الوطني عقلت اجتماعا بحضور خميس الخنجر وجمال الكربولي وأسامة النجيفي وسليم الجبوري وأحمد عبد الله الجبوري وفلاح زيدان لدراسة المستجدات في المشهد السياسي وتطورات مباحثات تشكيل الكتلة الكبرى بين القوى السياسية في العراق. أبو زينب عاود الاتصال معنا، تفضل أبو زينب. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عمر. أنا متابعك ومنتظرك أشد الانتظار صار لفترة. الله يعزك من عمارك. الله يسلمك، يا هلا بيك. وأشكر قناتكم الكريمة وأشكر كادركم أستاذنا، حياك الله يا هلا بيك. وأريدك أستاذنا أريد أن أحشدك مناشدة قوية من العمارة. أنا تفضل. أي والله أستاذنا، أنا شوي حالتي المادية ما تساعد أستاذ. نعم. وعدي 4 بنات أستاذ. نعم. وعدي معوق أستاذ، وقاعد اتجاوز بغرفة وأجار وليد من الملكم فوعان على حالة نقضوني. لا مسؤول مر علي، لا برلماني مر علي، لا دولة ناشي مرت علي، لا حول ولا قوة. وعمري ما يتجاوز أنا لأنه عمري كبير وما أقدر، لا أقدر أشتطع للشغل. وليد من الله ومن شاركم تنظروا الحالة تاعي، تنظروها أدي معوق تنظرون الحالة تاعي. نعم أستاذ، وريد من الله من شارك رقمي وتبشرني وتتواو على حالتي، لأنه لا مسؤول لا برلماني لا دولة فادتنا لا مكاتب لا أحزاب لا شيء. وريد من الله منك وأنا أشد خناء وكلها بس قناتكم، قناتكم الكريمة اللي كم تتبعون علي أستاذ. نعم إن شاء الله طيبين. أيوة ما يقصرون معك إن شاء الله. أيوة إن شاء الله زينب. الخيرين وتأخذ رقم أستاذ. نعم إن شاء الله خيرين ما يقصرون معك إن شاء الله أبو زينب من ميسان.
طبعا البيان اللي صدر من هذا التجمع او التكتل اوضح بان القيادات اكدت تماسك التحالف وان القيادات لديها رؤية وطنية شاملة كما جاء وموضوعية لكيفية التعامل وفق إطار يضمن مصالح الشعب في المقام الأول، ونفى وجود خلافات بين قادة التحالف أو تباين في الآراء إزاء ملف المباحثات في تشكيل الكتلة الكبرى. شدد البيان كذلك على أن انخراطنا بأي مسار سياسي لتشكيل الكتلة الكبرى يعتمد على مضمون البرنامج الحكومي ومدى استجابة بقية الأطراف الأخرى. وتعد الكتلة الكبرى وفقا للدستور فقط الصوت، أعزائي زملائي في الكنترول الصوت رجاء، وتعد الكتلة الكبرى وفقا للدستور النواة الأساسية لتشكيل الحكومة، حيث ستقدم إلى البرلمان الجديد بعد انعقاده مرشحا لرئاسة الحكومة. وقد كشفت مصادر سياسية عن قيام ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتقديم إغراءات للأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات مقابل الانضمام للكتلة البرلمانية الكبرى التي لها حق تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور. طبعا مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون أكد اليوم الاثنين بأن الائتلاف أجرى خلال الساعات الماضية اتصالات مكثفة بقيادات الأحزاب الكردية، لا سيما الحزبين الكرديين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من أجل إقناعهما بالانضمام للكتلة البرلمانية الكبرى التي ينوي الائتلاف تشكيلها برئاسة نوري المالكي. أوضح المصدر بأن ائتلاف المالكي وعد الأكراد بتسوية الأوضاع في كركوك شمالي العراق وبقية المناطق المتنازع عليها والعودة لإشراك قوات البشمركة الكردية في حفظ أمن هذه المناطق شريطة الانضمام للكتلة الكبرى، وأشار إلى أن الاتصالات تضمنت أيضا وعودا بمنح الأكراد وزارات سيادية وخدمية هامة والعودة إلى النسبة السابقة التي كان يتقاضاها إقليم كردستان سنويا من الموازنة العراقية الاتحادية، ورجح أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسما نهائيا للموقف الكردي الذي يعتبر أساسيا بالنسبة لتشكيل الكتلة الكبرى. ولم تكشف القوى السياسية الكردية الفائزة في الانتخابات عن طبيعة توجهاتها المقبلة بشكل موحد، إلا أن القيادي في حركة التغيير أمين بكر قال بأن الحركة ستنضم إلى الكتلة البرلمانية التي توافق على برنامجها الحكومي، وبين في تصريح صحفي بأن الحركة لم تقرر لغاية الآن ما إذا كانت ستنضم إلى الكتلة الكبرى أم لا. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. أنا عندي بس أريد أوجه سؤال المقتدى الصدر رئيس قائمة سائرون، نعم، اللي قائمته فازت بالانتخابات المزورة الأخيرة، يعني هو يدري بتدخل قاسم سليماني لو بعد ما وصل خبر؟ مو كل ما واحد يطلع لنا من جماعته يقول مقتدى إنسان وطني ومقتدى ضد تدخل إيران. طيب هسه قاسم سليماني موجود وبسط العملية السياسية، وهو والمبعوث الأمريكي راح يقررون منه يصير رئيس وزراء. عندك خبر سيد مقتدى لو بعدك ما وصل لك خبر؟ لأنه البارحة احتمال وصلت طلعت من النجف واليوم وصلت لبغداد، ما نعرف بعد. والله يعني شيء عجيب أستاذ عمر، يعني معقولة ماكو غير هاي الوجوه الكالحة هاي اللي صار لها 15 سنة تتحول من هاي الوزارة لذيك الوزارة؟ بالحكومة السابقة كان فلان وزير المالية، وبهاي الحكومة استلم وزارة التجارة، وهكذا. يعني خلاص ماكو إنسان وطني شريف غير هذول الموجودين بالعملية السياسية اللي استلمت هاي الأمور من 2003 إلى هسه. واحتمال أستاذ عمر احتمال يعني واحد من هذول المسؤولين خلص طفل بسنة 2003، طبعا هسه عمره 15 سنة، احتمال بعد 3 سنوات راح يصير وزير، نعم، أو يستلم لقائمة أو يسوي له حزب. يعني ما نعرف شنو هالملة هاي اللي جتنا، ما نفتهم من عندهم. الكل يعرفون، يعني هم الكل يعرفون هناك موجودة ضغوط إيرانية وضغوط أمريكية، وبالتالي ما أحد يستلم منصب رئيس الوزراء وما راح تتشكل حكومة القادمة إلا بموافقة قاسم سليماني والإدارة الأمريكية. يعني يا مجرمين
كل تحالفاتكم وكل قوائمكم وكل أحزابكم والله عار، وأنتم عار على الشعب العراقي. الشعب محروم وطالع تظاهرات، وأنتم هسه مشغولين وخابطين نفسكم، منو يتحالف ويا المالكي ومنو يتحالف ويا هادي العامري ومنو يتحالف ويا حيدر العبادي. ونوري المالكي عنده استعداد استاذ عمر يقدم تنازلات للشيطان، مو بس للأكراد، على مود يتحالفون وياه. وإذا هو إنسان شريف وقائمته جت لخدمة العراقيين بدون ما يقدم أي تنازلات لهذا وذاك، هم يجون ينضمون لقائمتك يا هالك. يعني الكل يعرفون بيك أنت مجرم، وأنت سبب دمار البلد، وأنت سبب ظلم 36 مليون مواطن عراقي، وأنت اللي أججت الطائفية، وأنت اللي سهلت دخول داعش، وأنت اللي ضيعت 6 محافظات عراقية، وأنت ضيعت أكثر من 1,000 مليار دولار من أموال العراق وشعبه. يعني وبعد ذلك أنت بعدك في تصير رئيس وزراء لفترة ثالثة. يعني اتقوا الله وخافوا الله بهذا الشعب اللي دمرتوه. نعم. إلى هسه الناس كاتلها الضيم وكاتلها الحرب، وأنتوا قاعد تتحالفون، هذا يتحالف ويا هذا، كافي، إلى متى يسكت لكم؟ نعم. الشعب أبو ناصر، يعني البارحة حكينا على موضوع أنه يعني مثل ما تفضلت المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، أسامة النجيفي، اللي يشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة. اليوم العبادي، مقتدى الصدر، عمار الحكيم، صالح المطلق، إياد علاوي، البارحة كان عندهم مباحثات في فندق بابل وسط العاصمة بغداد كذلك لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. هناك ضغوط إيرانية لانسحاب قيادات من تحالف حيدر العبادي إلى القائمة الأخرى، قائمة نور المالكي وهادي العامري. هناك من يقول بأنه إيران يعني تكسب إن شكلت الكتلة الأكبر من قبل حيدر العبادي أو من قبل نور المالكي، هي يعني ربحانة بالحالتين. شنو رأيك؟ هو أستاذ عمر، هو إش قد ما يتحالفون، إش قد ما يجتمعون، إش قد ما يقررون، ما دام إيران موجودة وقاسم السليماني موجود وهذا المبعوث الأمريكي موجود، بالأخير ما تتشكل حكومة وما يستلم منصب رئيس وزراء إذا مو بموافقة هذولة. والكل يعرفون هم الأوامر تجيهم من إيران، وهم اللي يقررون منو راح يصير رئيس وزراء ومنو راح يصير الكتلة الأكبر ومنو راح يشكل الحكومة. فهاي يعني الشعب هو يعرفها كل زين، يعني هم اللي يضحكون على الشعب بهاي تحالفاتهم. أم تحالفاتكم أنتم كلها ضد الشعب. أنتم شنو اللي قدمتوا له، سواء هاي القائمة أو ذيش القائمة، شنو اللي استفاد من عندكم الشعب؟ يعني طلعونا إنجاز واحد من سنة 2003 إلى سنة 2015 أنتم قدمتوا للناس، شنو اللي قدمتوا من كل القوائم، من كل الأحزاب، من كل السياسيين الموجودين، كل البرلمانيين الموجودين، ومن المرجعية نفسها، شنو اللي قدمتوا للشعب؟ كل شيء ما قدمه أستاذ عمر للشعب بس النهب والسرقة وحيازة أكثر كمية من الأموال العراقية ومن خيرات البلد لصالحهم ولصالح عوائلهم، هذا اللي هم يردوه. وخلي الشعب، خلي هسه قاعد بهالحر، وباكر عقبة راح يجي الشتاء وترجع شغلة فيضانات الشوارع بأقل مطرة، وعلى هر النهاية والجماعة يتقاتلون بيناتهم على مود تشكيل حكومة. حكومة عار عليكم إن شاء الله إلى يوم القيامة. الله ينتقم من عندكم بحق هذا اليوم اللي 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 الناس أسبي على جبل عرفات. الله ينتقم منكم إن شاء الله بحق الحبيب المصطفى محمد. الله ينتقم الكل قطرة دم سالت من 2003 إلى هسه بسببكم وبسبب دماركم. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أبو ناصر من تركيا كان معنا. معنا اتصال صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة حاليا يعني نحن نعرف هي حرب، يعني حرب صراعات بين قادة الكتل، يعني جاي يصارعون وكل من يمه يقول لك أنا كتلتي الأكبر وأنا كتلتي الأكبر. يعني راح أشوف هاي راح تستمر، بس احنا نعرف القرار تشكيل القائمة الأكبر هو من خارج الحدود، سواء من إيران أو سواء من أمريكا، اللي هاي الدولتين هم مسيطرين ومهيمنين على الوضع والقرار النهائي. يعني لا الشعب إلى قرار، ولا قادة الكتل نفسهم، لا صالح المطلق ولا الخنجر ولا غيره ولا غيره ولا كل الأسماء هاي اللي حاليا جاي نشوفها بالشاشات ويجتمعون على مؤامرات. اليوم مجتبى بن علي خامنئي موجود ببغداد إلى جانب قاسم سليماني. نعم، قاسم سليماني هم بعض الشكوك يقول لك موجود حاليا ببغداد في سبيل
تشكيل القائمة الأكبر. لكن هموم الناس ومعاناة الناس والقتل اللي جاي يصير والتهجير ما يفكرون به، لهذا هم فقط على الكراسي والوزارات والكتلة الأكبر، ومنو ياخذ منصب رئاسة الوزراء. وإحنا نعرف أن منصب رئاسة الوزراء ما راح ينأخذ بسهولة للشخص المعني، لازم يقطع عدة تنازلات بتدمير سيادة العراق ووحدة العراق أيضا. يعني اللي يصير رئيس وزراء سواء المالكي أو العباد إيش راح يقدم للحزبين مثل ما تفضلت قبل قليل للأكراد؟ لازم يعطيهم تنازلات عن الميزانية وعن المناطق المتنازع عنها وعن كركوك وعن غيرها. أما السنة اللي إحنا مهمشين حاليا واللي يمثلون حقيقة كلهم عملاء وما يمثلون السنة، لكن مفروضين فرض علينا كل الطبقة السياسية السنية مفروضة على السنة، هي ايش راح يقدموا لهم؟ فقط يريدون وزارات سيادية وخدمية، ما يهمهم معاناة الناس وإعادة النازحين والمناطق اللي دمرت بسبب الحروب والبراميل المتفجرة اللي ذبوها على بيجي وعلى غيرها والموصل اللي دمرت بالكامل. ما شفنا احنا هاي تكتلاتهم واجتماعاتهم بالتلفزيون في سبيل حملة اعمار او إعادة النازحين او عفى الله عما سلف. يعني ما يسوون هيك، يقولوا يعني هناك من يتحدث من داخل الاجتماعات بأن قاسم سليماني دا يساوم على موضوع إعادة النازحين، على موضوع المختطفين المختفين من قبل اللي اختفوا من الأنبار من مناطق أخرى، إعادة النازحين كلها ورقة دا يستخدمها قاسم سليماني من أجل انضمام ما يسمى بالكتل السنية إلى داخل تحالف الفتح. والله يا أخي أستاذ عمر، يعني عار علينا إحنا العراقيين إذا قاسم سليماني هو يتدخل بهذا الملف. يعني الملف إذا ما حسم من قبل ما يسمون تسم سياسيين، هذا شون قاسم سليماني نتقبلها؟ اللي هو بيده دمر الموصل ودمر بيجي ودمر الفلوجة والرمادي وغيره وهالمناطق، ودياله اللي هجرت بالكامل. دياله حاليا كلنا نعرفها إحنا، هي بدر، منظمة بدر الإرهابية مهيمن عليها. فشون قاسم سليماني نقبل احنا يتدخل بهذا الملف؟ وشون نقبل ان الخنجر وسام النجيفي وغيرهم يتالفون مع هادي العامري؟ هادي العامري تاريخه معروف، ما نريد يعني نجيب طارية اكثر واكثر. شون نتقبلها ان هذول يخلون يديهم بايد هادي العامري المجرم كلب ايران المدلل؟ يعني شون نقبلها؟ اي حكومة هاي راح تشكل على دماء الناس وعلى جراحات الناس؟ هذول كلهم عصابة مافيا مهيمنة على الوضع ومدعومين من قبل أمريكا. أمريكا خايفة والله راح تجيب السعادة للشعب العراقي، مو هي أمريكا اللي دمرت العراق بال 1990 لحد الآن؟ مو هي اللي فرضت حرب إيران علينا؟ مو هي أمريكا اللي دمرت الفلوجة بالفسفور والكيمياوي وغيرها؟ أمريكا هي تحل الوضع السياسي بالعراق؟ لو إيران هي اللي تحل، خايفة على مصالح الشيعة والمتظاهرين بجنوب العراق أهلنا أو في شمال العراق؟ هم ذول الدولتين اللي دمرهم كلابهم كل سياسي تابع لإيران وأمريكا، هو هذا المفروض الشعب يقتص منه. أي حزب اللي هو خدم، بحيث احنا هسه بدنا نجيب وجه أو حزب خدم العراق في سبيل ان احنا ندافع عنه، نقول هذا الحزب هيك وهيك. يعني الشيوعيين اللي كانوا يقولون احنا دينا ما تلطخت ونظيفين، دخلهم بسائرون وحاليا ما تفقهم، هم مقعدين قاعدين ويا العبادي وغيره. يعني ماكو حزب بالعراق خدم العراق ولا خدم اي عراقي، العراق للهاوية. يعني هسه اذا ما اتفقهم راح يدون الحشد الميليشياوي على المناطق الجنوبية يدمرها مثل ما داعش الارهابي دمر المناطق السنة. فهي معادلة معروفة، اتفقهم اوكي، شون القرود اذا اتفقهم راح ياكلون الموز، واذا ما اتفقهم راح يدمرون الاشجار والموز. هم هيك هذول قرود كلهم السياسيين وقادة الكتل هسه قاعدين يتفقون. ايش تعطيني وزارات؟ تعطيني المالية، تعطيني الداخلية، تعطيني الدفاع، اوكي انا معيب لك انت رئيس وزراء. ما تعطيني ياهن انا ضدك. هذا بالنسبة لكل المؤامرات اللي جاي يصير، هاي الاجتماعات تكتلات المؤامرات على العراقيين وعلى العراق. اخي صباح من بغداد، اني اشكرك معنا اتصال كذلك من بغداد، ابو ياسين. تفضل ابو ياسين. تحياتي لك اخوي الراقدين، اهلا وسهلا بك اخي. هذه الفوضى صارت 15 سنه، هذه الوجوه من السبعينات او الثمانينات حضرتهم امريكا، حتى اللي جاي يحكمون بالعراق حضرتهم امريكا والفرس المجوس واسرائيل وحتى فرنسا،
لتخريب العراق. هم امريكا يدرون بهم ناس اشبع بطني وترس جيبي اخي، ناس ما عندهم ذره من الروح الوطنيه. فاخي كل دوله امريكا تريد تحطمها تحضر مثل هؤلاء اللي جاي يحكمون بالعراق، لان مثل هيك نماذج انا اسميهم وكل واحد وطني نسميهم كسوه المحتل. فاخي هؤلاء قبل الاحتلال كلهم اهل القوط والعمائم ممثلين عند امريكا، اهل الامام والقوط يعني خدم عند امريكا وايران. هو اللي يشيل عفوا سيف الامام علي وينطيل واحد يهودي هذا مسلم. بس اخي الحمد لله انه الله سبحانه وتعالى كشف تعاملهم مع المحتل امام العراقيين منهم الوطنيين فقط. واريد اوجه كلامي للعراقيين، اقول لهم هذه الحكومه وعصاباتها ناويين يقضون على كل الشعب العراقي من الشمال الى جنوبه. هسه هذه الحرب اللي اسستها امريكا وايران اللي مال الانبار وغيرها، اخي شفت جيش ايراني او امريكي بس القاتل بس القاده اللي زي امرونهم يقول لك نضرب العراق بعراقي، وهم هدفهم قتل العراقيين، ونص من العراقيين مصدقين بهذه المسرحيه اللي بنتها امريكا وايران. وشوف هسه الشوارع مال بغداد وغيره متروسه صور الخميني واللي هذول يتسمون على اساس هم شهداء. اخي الشهداء الحقيقيين امام رب العالمين واللي استشهدوا هم الشهداء الحقيقيين اللي استشهدوا في معركه قادسية صدام المجيده ضد العدل الايراني النقص. وانا اشكرك اخويا. أبو ياسين من بغداد كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها أبو عيسى السلام عليكم أخي عمر، يقول الحكومة إذا تشكلت أو ما تشكلت هي نفس الطائفية ونفس القتل ونفس التهجير والتجويع. إحنا من صلاح الدين هجرونا وقتلوا أبنائنا ومن ضمنهم أخويا ولا نعرف مصيرهم، لغاية الآن اعتقلوا الآلاف من ناحية الإسحاقي. أبو عيسى. أبو عمر من السليمانية عاود الاتصال معنا، ظاهر عنده مداخلة، تفضل أبو عمر. العفو أستاذ عمر، بالنسبة لبداية البرنامج بالمقدمة أظهرتهم شخص نزع ملابسه بجداشة وقال هاي روحوا عمروا بها العراق، بس هاي الباقي عليها. أنا ذكرتها قبل 10 أيام قلت لكم إنه هذه العصابة هي ليس هدفها فقط بالمرحلة القادمة هو أن تنزع الدجاشة، لا. لا يا اخي، مع احترامنا الكبير لك، على كل عراقي يعرف انه المرحله القادمه قصدهم ان يحولون العراق من دوله العراق الى دوله العراق. دير بالك ترى مو بس الدجاجه، حتى الفانيله واللباس. ونشكرك استاذ. ابو عمر من السليمانيه كان معنا. مستمرون اعزائي المشاهدين معكم بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم مجددا، معنا اتصال ابو مصطفى من الموصل يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو مصطفى. استاذ عمر تحياتي لك ولكادر الرافدين. يا اهلا بك. العزيز على الوطنيه. الله يسلمك. اخي العزيز، بالنسبه للشعب العراقي مظلوم، والشعب العراقي ما لا ينتبه لنفسه. الشعب هذا يا باني امال على ناس حراميه. يجي شلب ابيض يروح شلب اسود يجي شلب ابيض، والله ما بهم فائده كليتهم. واحنا نتامل منهم خير فلا خيرا في هذا، ان اتفقوا سرقونا وان اختلفوا قتلونا. هذه اللي منطقه لها شعب. فاليوم احنا في ضيم، لا كهرباء لا ماء، المي ابسط شيء، المواد الغذائيه وينها؟
صارت كل شهرين مرة. أي حكومة أنتوا يا شعب على إيش قاعد تراهنون وتتأملون؟ والله ما ممكن في ظل الاحتلال تشكل حكومة وطنية وتكون قلبها على الشعب، مستحيل. وهذا الشعب يعرفه كله، لكن ليش دعنا نغطي الشمس بغربال؟ الله يمادي أفهم الشعب شرير، يتظاهر يوميا جزء وقاتلينه ومشردينه ومدمرينه. يا أخي كافي كافي يا شعب، والله العظيم هم فرحين بها بهاي الطائفية. يعني لا تعيينات، أين الملايين الدولارات؟ جنعة ضارة تؤسع احنا المنطقة الشمالية. تعال شوف أكثر من 100 بير من الاحتلال اللي جاي عشان دا يشتغل، وين يروح هذا الذهب؟ وين ليش الشعب؟ احنا كهرباء ما عندنا، كل 24 ساعة تجينا في ساعات أول ثاني. زين يا شعب وين المواد الغذائية؟ صارت مادتين بس الطحين والزيت، وهم بل كل شهرين مرة. يا شعب يا شعب انتبه، والله ما يفيد المظاهرة إذا ما كل تنتوحد خلي تشتعون. مو إلا الشوخ، الشوخ ما ظل بيهم خير، كلهم حرامية يتبعون المالكي ويتبعون الجيفي ويتبعون هؤلاء الحرامية بسبيل الدولار أيضا. بس هناك وطنيين، خلي تفقون الوطنيين الشمالية والغربية والجنوبية على نقوم ثورة وحدة. إذا ما هي شيء مستحيل تقوم لنا قائمة. يا عراقيين انتبهوا لنفسكم، صرنا عبيد للامريكي والمجوسي واليهودي. اليوم من يحكم العراق؟ اليهودي والمجوسي. هسه قاسم سليماني هو اللي يخطط اللي وضع حكومه هو الامريكي، اتفقوا على مصالح. بس صدموا فتره هذه المصالح هسه راح يتفقون علينا. يا اخوان انتبهوا. والله ما تتشكل حكومه وطنيه بهذا الاحتلال، مستحيل. نعم. يعني أشكرك أبو مصطفى من الموصل. كان معنا اتصال أبو يحيى من ديالة. تفضل أبو يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامي على قناة رافدين البكرة. الله يسلمك أستاذ عمر. هاي شلة هاي عصابة مكونة لتدمير العراق. والله يجيبون التحالف على الصفيح على مع احترامات الأحزاب الفاين حظها. هذا التحالف على العراق، تدمير العراق. الله شاهد ما بهم كل الأمر. الله شاهد إذا بقوا هم يدمرون العراق. والله العظيم يا أخي العزيز، والله بس أترك الشعب العراقي وينه؟ شفنا الشيعة وينكم؟ والله هذول مو مال بقية، والله العظيم مو مال بقية. والله شلون شايف اكو خطة حاصلينها بسيم ما غنم تفتح دار مدار السيم. هذول عن هيك، هذا وزير طلع وجاب ذاك الوزير الاخر من غير التجاره، هذا جابه ودى ذاك وهذا جاب. والله يا اخي العزيز، اخي عمر الشعب العراقي ما يقوم ويخلص نفسه من هالمهزك اللي هو بيه هسه، المهزك اللي دمر العراق ورجع العراق يا 20 سنة يا 100 سنة. والله مع الأسف، والله دول أدرب، والله غير ما ظل عندهم. والله مع كل الأسف يسوون بالعراقيين. والله عمي عمر، يعني عمي جاهد شعور والله ذك هذا العراقي كثير بي. والله قاعدين بشي، احنا قاعدين دعنا تلزان بشي. والله دمر السياسة، جابوا داعش وكتلوا العالم وهجموا المحافظات كلها. والله يا عمر، يعني عمر هاي كلها مبينة واضحة، هم جابوها. إيران، والله إيران يا أخي إيران، والله أمريكا من الله لا يرضى عليها اللي جابت هاي حطتهم بالعراق. هي السبب اللي أمريكا مطلوبة. إذا ما تهجم إيران أبد ما تصير العراق أبد نهائيا. نعم. إذا صارت ويانا أمريكا، إذا ويانا أمريكا يا أخي عمر. نعم. أنا أشكرك أبو يحيى من ديالة. كان معنا اتصال كريم من النجف. تفضل كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه أقول ردا على تصرفات عمار الحكيم تجاه المهوال. والشمس سواه على دان البصر تشوه، لأن صاب الحقيقة بهذه الأقوال. وليش أنت تهين الناس يا عمار؟ لو فارغ بطن صفقت كل المهوال، خليته ذليل وخايف ومهموم، يبكي ويعتذر ويبوس البسطال، العقال برقب وحيل بهدلته، بلا استفسار دفعات وضرب وتفال، ديمقراطي تقول وطبعك الدفرات
وخماطة كبيرة لمرتكب أفعال نسيت الله ونسيت الدين والإسلام وباسمهم صرت مليونير يا دجال. تاريخك يعرف الشعب حط نسلين كل صفحات سودة فاسد وحيال. تقول لك روح أبوك شو وصلك صولات كم مليار عينت وزير المال. أبو فرهود واضح اسمك ومعروف بصرة وجادرية تسوق لك تمثال. والسلام عليكم. وعليكم السلام كريم من النجف شكرا لك. نختم بهذا الخبر. مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يكشف اليوم عن تعرضه لتهديد من قبل مسؤول كبير في الدولة ينتمي لأحد الأحزاب الإسلامية بسبب قطع كيبل الكهرباء المغذي لداره والذي قام بسحبه هذا المسؤول في الدولة الذي قام بسحبه من مركز ابن البيطار لجراحة القلب والأوعية الدموية بشكل غير قانوني. مسؤول وبالدولة ويسحب كهرباء من مركز ابن بيطار لجراحة القلب والأوعية وليه انقطعوا عليه لأن معروف الكهرباء بالعراق ضعيفة جدا يعني يلا تكفي كم ساعة لهذا المركز اللي هو يحتاجه على يعني على مدى 24 ساعة. اليوم يهدد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يهدد مدير صحة بغداد قاطع الكرخ هذا المسؤول الذي ينتمي إلى أحد الأحزاب الإسلامية كما سمى هذا المدير. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.